جينا دبرنا واحد شويه كانت عندنا القرايه كانت عندنا اضاءه واحد شويه خبر فراسك فاحنا جينا وكيفاش طاحت علينا الفكره ديال الفيديو الجديده ما علينا ما بينا كانت سارة في واحد المتجر ما تقوش ما تخش معك كانت سارة في واحد المركز المهم ما تقوش معك كانت سارة في واحد المتجر كيبيعوا فيها الاشياء المغذيه وانا تشاه اختكم تشاه هاد الكيكه الجميله ويلي كنا كنساروا صبناها ريحه بدات قالت لك انا بغيت نصيب هذه في الدار قلت لها علاش ما نصيبوهاش في يوتيوب بدون ذكر المقادير فهمتي نصيبوها هذا هو الكونسيبت ديالنا اصلا الكونسيبت بحال درنا البيتزا بحال درنا اشياء اخرى كنصيبوا حاجه بلا ما نكون عارفين المقادير فداك الشيء بغينا دابا نديرو فاش لقينا المقادير اللي كيداروا شرح لهم اللي كداروا في الكيكه ولكن هاد المقادير اللي شريناهم ماشي حتى دخلنا وفتشنا عليهم في جوجل وطلعنا داكشي لا هاد الشيء اللي كنسمعوها دائما يعني مقادرات مقادير باسك عاديه ديال السكر الطحين الزيت البيضه كلشي هضرتي بزاف يلا زيد كمل اشرح السكر حتى تفرط ولكن عرفتي زيد تقول له حيت اذا ما صدقتش هاد الشيء خبر فراسكم الكيكه ما طلعش إذا ما صدقتش هادشي كيفاش 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 نفهم حيت شوف عندك هادشي ديال الحلاوه هادشي اللي فيه الكيكه وديك الشيء اذا غلطتي حاجه واحده ما كتصدقش الحاجه ماشي بحال المالح مالح تقدر تبقى تعوض تقول بلاتي زيد شويه هيدا زيد شويه كي جيتك عطيتيني يلا فدابا غادي نوري المقادير اللي خدينا خدينا السكر شرينا الطحين صبنا هذا بدون ذكر الاسامي هذا واحد خضر اخر فابور ايه اعمل نفسك ميت زعما ما معروفينش هذا شنو الفاني شنو الخميره والزيت وعندنا بيضه وبان هذا خط واحد الخليط اللي غادي نسيبو به واحد الكيك اللي غادي يجي كيشبه لهذا ما كيشبهش بزاف حيت ما عندناش فراز غنديروا البنان نديروا شي حاجه في اطار دابا غادي نبداو احنا كنجبنا البنان ايه العزيز عليا فدابا غادي نبداو باش غادي نبداو اريحه باش كيبداو الناس باش كيبداو عندو الطحين شحال غادي نديرو ديال الطحين نزيد المطرح ولي 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 شحال كيعملو بلاتي بلاتي كيعملو ثلاثة د البيسان الطحين كنسمع دائما كاس الزيت كاس السكر كاس الطحين كاس الزري اي احنا بدينا يلا حلو هذا الطحين كاس السكر ها شنو ديال عرفتي تخدي فمي مزيون ياك جديد ماشي طبا جديد دوقو ولكن امري كيفاش علاش كثرنا بلاتي لا ما كثرش هذه ما غاديش تكمل حتى الكيس انا تشوف ها دابا راه ديالي ما جبتيش الغربال لا بلا غربال دابا حنا نصنع الغربال هادشي بلا مقادير على الغربال لا ولكن شويه ولكن خصو دير معلقه دير معلقه اش اش بلاتي والله بلاتي سقط مواد الفا ها واحد شتي خصك دير بحال هكا باش باش كتشد العبار فهمتي اه ولا كيتيد انا غنخلط باش تخلط شحال انا عملت كيسان وقلتي ثلاثه وتختي بيا باش شدو كيقول لي كيمشي لي على الهضره ديالي باش انا ما زدت شي حاجه فما بغا يسميها تضربكم في البال كبر فراسكم كندوك بهيداك بصح زعما ملحبه صافي هذاك شي جوج دابا شنو كاين المرحلة الثانية اللي كتجي كيجيو البيض ما تقوليش لا لا ماشي البيض وشنو دابا الطحين شنو كيعملوا الطحين ما شفتش ملحة طحين والسكر زيت السكر بدا بالحاجة اللي هي بصح ناشفة يلا ولدي الجبنة الملحة دابا غادي نديرو السكر ملح طبعا كحال الملحة الملحة كتخرج السكر من 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 الحلاوة فهمتي هرس لك هيا بطلت داكشي كامل بالشاش ار 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 شي جبنة يا شفتي ديك العينين دابا كلشي تشوفو فيا ما غيوقع والو كلشي غيكون مزيان بخير الحمد لله هنا غادي تو كيطيح والله تاع عيدك عيدك واحد جوج ثلاثة كاس السكر كاس السكر كاس السكر كاس السكر كاس السكر في كيكة ديال الحلاوة كيفاش ربعة الكيسان ديال الطحين جوج كيسان السكر هذا هو صافي بارك بارك شكون قال لك من ربعة الكيسان ديال الطحين درنا تار خمسة واقيلا حيت كثرنا اه كملي بركة اويلي قلت لك جوج هي هاد الشيء غيجي حلو اه غادي يجي حلو حيت الوقت يكون حلو هادي حلوة ماشي مالحة تجي حلوة بزاف عاود كتوقف هنا في الحنجورة حلوة حلوة وقت ما تجيش حلوة حلوة دوزة بعاتي باش تهبط لك تهبط لك ديك نايا ايوا شوف 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 شوف
دابا غادي لا دابا هادو خصنا نخلطوهم هنا دابا غادي نديرو الناشف هو الاول ايوا الناشف هادو شنو راني ارزا غندير ارزا ما تبقاش ما تخش ماركه بلاتي ارزا خميره هي الاولى عند ارزا فاني المهم ما تخش ماركه فاني علاش حنا غنعملو رطبه فاني غنديرو ديال الخماره دق 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 عشان يبقى دق دق ما تكثرش علاش الا كثرت شنو غيبقى مرحبا شحال نديرو ديال الخميره جوج هذا طلع بزاف ايوا راه كي كاري حنا دابا شنو طرنا دابا حنايا درنا اسمعني حنا دايرين هذا شنو هذا فيه جوج حنا ما غاديش نديرو واحد غادي نديرو فهمتي جوج طبقات لا هذا خصو يتنفخ بزاف باش نقسمو علاش نديرو جوج طبقات الناس كيديرو جوج ديال الحلاوه وحنا دايرين جوج طبقات دابا انا عملت هذه ايوا هي وكما كنبلها او خدي واحده اخرى ديال جوج باش تجي بني دابا زعما فاني دابا زعما بنت ابل ما يزيد السكر حتى ما ضبطش على حاجه اجي ما نعملوش شويه من هذه هنايا في الوسط كيف دابا تطيب لا ماشي تطيب غير هذه طايبه ايه اصلا حلوه وحلو مع حلو ما كيفاش على حلو بزاف انا ابوس عندي شي همبرجر عجبني شي بيتزا وجبني ملح وجبني ملح غنديرو حط الملاح الملحه كتخرج الحلو كتخرج من الحلاوه كتشوفها بزاف كيعدلوا الملح في الحلاوه دابا خلطنا كلشي دابا غادي نبداو المقادير الفازقه اذا غادي نبداو دابا كزيت شوف انت خصك تكون متول فاش تفرو حاجه كتفروها حاجه اخرى اللي فرد هو عامر دانون شوف ماشي كلشي كيتخلط اصلا ايوا صح عطيني الزيت لا غادي نبداو دانون لا غادي نبداو دانون لا دانون لا دابا حيت الناس كيحسب الكار الناس كيحسبوا الناس ما كيديروش هذا الكاس هذا ديال اتاي الناس كيحسبوا العبارات بهذا ديال دانون شوف الرقي انت وصلت للزيت عاد قال خصو يكون العبارات كامله هادو عليه سالي كيف خاصني شنو هذا فين زال كنصوروا انت شنو غادي يوقع دابا غادي نديرو دانون انا حاب كتبقى ندير زيت ما غاديش ندير زيت غادي ندير دانون سالي انت ما كتفهمش دابا ديك الطحينه فسكو شويه بالزيت يستوعب انه تفزك عاد تجيب له دانون هذاك بحال الفلان يلا كب الزيت ارا الزيت يلا كب الزيت بغيت تجيب الزيت خدي ندور دانون كندير كيس خلطه شحال ولا الثمن ديال الزيت ما كتعرفش هي شحال ولا الثمن ديال الزيت غير لترو كيعمل شي 23 درهم شحال فيها الصبع في 5 لتر انا كنقول لك لترو 5 لتر غتكون شي يلا طول يلا شي بينما كتقداش شي 100 وشي حاجه 150 درهم حتى 170 درهم ولا دايره الزيت عندك كاس الزيت ياك يعني مرشو مقاد باش نصبو ما نخلطو زيت شويه ديك الكنز وما تكبدوش دابا في الوسط من بعد نخلطو كلشي انت كنقول لك خليني نخلط زيت البيضات عطيني فقط بيضات لا غادي نفقصو يلاه وحده لي وحده ليك شحال من البيضات شحال نديرو كثر لا 6 كيكا باني كيكا يخرج منها باني بيكا تصيب بابان اولي هاد الشي تعجن اش تقلتي؟ عاود لا تشمي كثير ريحة لا تشمي كثير ريحة البيطات كتكذب والله يلا اي ريحة السردين ياك انا كيحمقني دانون اش تيقل؟ دانون كيحمق عليك غادي ندوق خاصة ندوق ضروري ندوق وبلاتي احنا الاولى لا عليك ما خليك تفرغيش لها راه شفت انا خاسر حنا دانون خاسر عاد جينا البارح خاسر ولاو كيبيعوا المتاجر داكشي خاسر اجيك ما بدون سكر بدون سكر شرينا طبيعي بدون سكر دابا هذا ساعه يزيدنا صغير ينقصنا كيعطيك انت تشوف دابا دغيا خصو يخفف هذا الشيء عملوا الحليب بغيتي والماء اوي شدوني الكيكه بالماء ايوا شتي شاد كبه كي كتكون بداتي بشويه كتكون في اطار كلشي كلشي خصو يفزك كلشي خصو يتبلل واو شتي ارا لا عندي تبع بلعتي تنسالي تخلعك تنسالي تخلعك ريحه واخا بشويه بشويه اويلي هادشي جا ما بزاف خصنا نزيدو الطحين قلت لك جيبوا نسكو كون جبنا نسكو يكون ولا كحل شتي علاش كحل حنا نعملوا الطيبه ديال فاني خصك تدخل كل شيء حشيني تانا تماك وخلطني كي جاتك جوابك على طرف لسانك وجوابك يتسنى بيدا نسيت شوف التخلط ديالي ولا ماشي هاد مشات الكيكه مشات الكيكه انا نعمل بيضه شويه شويه عندك تحط لنا ديك عندك طير طيحت نص القشاطه لا ما طيحتش نسيت الحبه كامله هاد شنو هاد اميلي
ماشي مشكل بيديك هضر كد مامتك فاش كدار بالراس ديال البيض كتدخل هكذا نعيت هذيك فصوت كتدخل وكتجبد اولي دابا دخلت لاعماق البحر ما خرجتيش لا تتلو انا رد هادشي بشكل احساس غريب وخليني نركز واحد لاق شفت هريسه بشعل غنوريكم الرقي غنوريكم الطريقه كيفاش كنرسو البيض واو هادشي شا كدير بيضة طبعا بيضة خاسرة مهم هادشي اللي كاين شو اسمع شاكي تحنك لا إرادي شوف شوف تما شي ما لعوش لا حزمان عشان لا ما شو كنت دير بحالة اللي كان هضر شو 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 أحسن بك دير فيها شو لقينا المنطقة وجبنا الكراميل شوفوا الكراميل كيفاش داير شوفوا هادشي كيفاش صدق بلاتي أنا كتهرق ما شفتو ماشي هذا خصك توريني كيفاش كان ورينا كامل اشرح لك هكذا وكان كنوريو زعما تعيشوا معنا شنو كاين داخل ديال البول وجيبهم ودابا نحرك لك شي تما بصح تيتعمل دوك كون مدحنا شويه عطيك في جي مفرفر شويه بشويه انت باش عرفتي على بعض ما عرفتش شويه عينك وميزانك يعني يا وخليني انا نخلص كلشي تقيل وضيع شتو شحال طيح الهم ويلي لعبت مليح بزاف تا تصدمت لا تفلت عطيني غير الضو لا تنسالي انا تدوار ديال المعلقه رايحه بلا تاريخ كاين شي حاجه تخصو مفرفر مفرفر عرفتي تكون مفرفر نفس الصبع فيها البليار عرفتي كل مالح نضحك لا ما معرف بالكل ما جانيش تبارك الله عليا كنحط لك شنو خليك نظيف صافي برك سريت بالدار هيا طيح كاملة غطي انا هذا هي طيح لي الباط شوفوا شوفوا شوف شوف لا اوه شوفوا انتم فوقيش محطوطين اوه رقي شوفوا انتم فوقيش محطوطين اوه رقي سرينا كلشي درنا كلشي عرفتي الكراميل كيجي بحال هكا ماشي طبيعي وخليني نشرب انا قلت لك خصني نشرب انا نشرب انت ما خصنيش يا تشرب هي ما يشرب حتى واحد هاك لا لا انا قلت لك خصني نشرب يلا هضوا بشي جماعه هي سنو ديالنا بزاف نوت مشي تزيد نوت 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 دابا هادي راه كنت جايب جيب كبيرة شنو جايبة انا كنت جيب كبيرة لا حيت ملي كيهبط هذا كيبقى غاديك شي ستيتو كتهبط لا كيبقى راسك كلشي في القعص في الضوء هكذا احنا نشوفو احنا نشوفو اللي كنت جبتها خفيفة هادي بس خصنا نزيدو لها الطحين شوية على حسابك على حسابي لا حيت خفيفة شوية عاد عملها عيدها تهرب ما يمكنش طالبي كتكون سويسة انا بغيت نزيد شوية الطحين بعد كتحس بها كيكا قبيلتي كانت تما زيدو شوية مبارك داقو سعيد وجه جديد دابا هكا تبقى كتزيد فتا تولي بحال الحجرة هادي مفراسيجي داقو سعيد وجه جديد دابا انت دقتي تكبا لي غتبقى ماشي كتكب عرفتي شحال تعلمت الاب تاع ميمكنش انا خبير ديال الامثال دير الشلب وجعران وكاين العود اللي تحقرو يعميك انت غتلصق ريحه لا غتلصق الا انت اللي نسيت الحاجه اذا مثلا حنا واخا عمل ما تلصقش لا واخا شوف لا تسي وكنظن عملها حتى الزبيده الزيت والزبده وطحين باش ما عرفتي جميع الزبده والطحين باش جميع الحاجات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شي رايك تسالي يا دابا خلي معايا مريح في راس الدرب داس قدامي الساطع عندها في صاله كتجذب كاع كاع ما خليني مريح في راس الدرب داس قدامي الساطع عندها في صاله كتجذب مريح في راس الدرب داس قدامي الساطع عندها في صاله كتجذب كاع 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 ما غنكذب شفتها قلبي بدا يضرب تتبعتها كنزرب امونه جلابه مالتي هذا زربانه مالنا نفس ايفازي زعزعت قلبي انا امونه جلابه مالكي هذا زربانه مالنا نفس ايفازي زعزعت قلبي انا ريحه هبط لتحت على كثر لا هيدا كيعمل الشبوراك شو 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 شو
كيفاش تهدو شوفو على شوفو باشوش اويلي كيف جات ماشي كيف جات تبارك الله ياكلو معنا قبيلة هاد القبيلة اللي هضرنا عليهم كيفاش تهدو شوفو على شوفو باشوش اويلي كيف جات ماشي كيف جات تبارك الله ياكلو معنا قبيلة هاد القبيلة اللي هضرنا عليهم ما تقولش جبتها كبيرة ولكن اللحمة حمى شو مثلا كيقول لا ما تقولوش لحشوم خبار فراسك مات شنو لا ريحه بس قصه الامتلاء انت مش تقدر تتاثر صعيبه انت ضمن ندير الناس تكون قال قالك سد بحال هكا شتي ما شتيش في الاول عرفتي في الاول كي دار داك الشيء شنو كيوقع الفقاعات طبقوا شتي يلا سير دابا شنو غادي نديروا المرحله الثانيه شنو علاش طلع ماشي طلع انت اللي قديت انت اللي طقتي الكاميرا الاولى دابا جينا باش نقي الصوص شنو دابا غادي نديرو هاد لا كريم شونتيي اللي غادي نديرو من الداخل ديال الكابو مع البنات وجبتينا خلاط جبت الخل هادي من هنا لغدا كتفهم غدا يطلع الصباح حنا باقي كنعملو هاد الكيكه كيفاش وخصك شي 10 دقائق وانت داك تخبر 5 ليله و5 ليله ساليده دوي كنتفاهمو فيسا المهم احنا انا كتعجبني قولهم تبالي دابا حنا شنو حنا كتهضر وما عرفاش شنو باغي تقول هذا هو المشكل ديال الريحه بلاتي شنو حتى تعمل هذا هذه كما نستعملوها شو خلال واش فيها شي فايده زوينه اشو كتسنتر يعني مرة بيضاء شتي بيضاء شوف شتي بحال مايزينا وهنا نجلس ريحة طلع لي الكيكة الكيكة تحرقات أولي الكيكة تحرقات الكيكة تحرقات الكيكة باش تعرفوا هاد شحات كتعمل لها هيدا وانا نطيح هيا نطيح ما كتهبطش واو هاديك ميغانغ ماشي هادي ريحة دير دير ما تخبطوش دير شي زعما نديرو ان شاء الله فيها مذاق شكلها عامل بحال رغوة الصابون حقوني ما تبقاش الماركات صوفا شوف هادو شنو راني الزا ندير الزا ديال شنو تقطع هاد البنان شي زعما الناس راقيين هيدا شوف تقطع هاد البنان واو شنو علمك هادشي كيفاش علمك علمني راسي والله يلاه يلاه اجي ندق يلاه بزاف بلاتي تسني تسني الزمر وتسني مجموعة واحد غير كتاكل واش كل واحد كياكل داكشي ديالو ماعرفتش ياه لا سلاسل ما عندهاش ما كنضغط سخونة ما جينا ناكلو حتى جواد جيب لي ديك شني اسمه جيب لي في ديك الطوب سيل غارق جيب لي الطاسة زوينة البنان حلو سالا البنان سالا راكم بهلال تريحي ولي زكزكه كنصور ويلي شي ما صبتي فوقاش تصوري انت بالك معايا الصوره هي هي شي هاد سكتور ممثلين ممثلين صعيدين عرفوا داكشي انت تخاف ما تعرف تخلط تقدر تدق معاك الكمبيوتر يا وتحرغوا هاد الكومبيناسيون خطيرة هادشي ما كنصوص بخير كيف ما باش تطيب من الداخل طيب في الجناب ما طابش من الداخل الداخل باقي بحال الحرارة خاصها تبرد وما ما تبردش شنو خصو يوقع لها قلتي تقطع على جوج ولكن حنا ما غاديش تستنى ما عندناش البطون غنقلبوها بوب بحال هكذا واش هي بحال الحريرة غتقلبها شحال الكالا قسموها وهي سخونة اش بدا بغات تحيد لك انا كنقول ما غاديش تقلع حيت ما درناش بابي هذاك الابيض غنقسموها على جوج قول بعيش قول بعيش بالموس لا منين يجي بخير انا صاحب منين يجي بخير يلا منين يجي بخير منين من سروالك المهم سروال سروال سجلت من تحت على هو من فرسكم شريحه ديال الحراق ما تكيجري ولي ولي كحله كحله ياك
قول لي ماشي كحله اولي كحله واو برد اشوف مش حلاطه يلا والله دابا غادي نقلبوا هذه هي هذه على فمها وغادي نشوفوا داكشي كيصدق مستعدين عقل معايا عقل معايا باش ما تسباش فيا اول حاجه خصنا نزولوا هاد الطروفه اللي كحل نقلبوها نخرجوها من المول وديك الساعه ديال الطروفه الكحل وهي حياتي كلشي هذا النقي واحد جوج ديك هبط ما هبطش ما هبطش شكون يال الفهمه ديالك شاده راه صراخ يال ملي شوف حال هاي شي حاجه هبطت هبطت كامل شي شفت الماء هاي شنو داكشي اللي وقعت لا ما قدرتش نشوف نصدم شتي انت ما يصلح معاك لا كيكه ولا جوج نكتفيو بهذا الميرينغي قلع الغياز الزمر تاعك كتاكل قلع لي الحراق دابا حنا انا باقي حاصله دي سخونه هي كتنق كما تاكل غريب انتي خطيره كلشي بيدك غريب الامر حيت يدي فيها السم فيها الزعتر فيها الزعتر كبري كبري شويه ديال هذا وكبر راسك فوالا عطاتني علاش نضرب شوفوا على خليط كي داير شتيو انا كلي كنترعد شتيو دوك يا واحد السم اوتي محو اش محو هذا الشيء اللي كتجي من الاولويه هذه حلوه هاتك تقطع فيها في المقطع سكتي انتي ممسخة دابا غادي نديرو لها بحال هكا الشيء بحال نعجنوها غنعاودو لها العجين نعاودوها بحال هكذا الشيء هكذا اوه زيدني شوية بقات هي مسخة واو ليلي شفتي انا قسمت انا عندي الصبر انا ليس عندي الصبر ورا دابا كنتي تقيلة هنا غادي نقصوها انا غيبانة انا تخشيها هي فيها لا كريم وسعد يا ويلي كنت قصب صافي شوفوا شوفوا فوتو كوبي ديال التصوير اللي ولينا قبيله لا لا تزيد لا لا هذا غير قطان هذا لا ماشي هكاك راه نوريك تقطع غنقسمو هكذا قلت لي انا كيبقى يهضر بزاف كنبقى فاهم والو لا خصنا نغطسوه عرفتي شنو نغطسوه في الكراك عاد ناكلو حيت هو فهمي تشاف ها والله راه تقبية واحد جوج ما باش والله ما فهمي تشاف هنرد شوفوا شوفوا شتي والله لا راقي تعب لهنا لا هذا تقرطيت شتي هذا تقرطيت لا ما جبتي لي هذا انت كيوت عندك بغيت نمشي كطير بغيت كيوت ديال الافلام الامريكيه انت كطير غنجربو تحتك الربح قاطو راقي نعطيو شنو على 10 تحت الصفر لا لا ما كتعرفش بيع الحاجه ديالي 10 على 10 اللي بغانا يبلوكينا هذا جهدنا عليكم حاولنا حاولنا نكيف اشتو جو قطع الكاميرا حنا سالينا شكرا يلا باي 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 كحمق عليك يلا باي يلا قطع يدي مصطفى